السلام عليكم، أزول في اللون. معكم مهدي الناسوري، فنان مغربي من مدينة تارودان. تزاديت وكبرت في تارودان، كبرت في الموسيقى المغربية، أحمد شاع، عيساوى، البلحون، تقردانية. وكبرت في هذه الموسيقى مع المعلمين اللي علموني هذا الفن هذا وهذه الموسيقى بواحد الطريقة تلقائية وشفهية وماشي أكاديمية. وهذه الموسيقى اللي علموني هي الموسيقى اللي نفعتني في المسار الفني ديالي في حياتي كاملة، وهي الموسيقى باش كنت نفتخر في العالم مجموع. واليوم بغينا نعرفوا هاد المعلمين هادو مع من تعلموا هما ومع من كبروا هما. ايوا مرحبا بكم في راديو معارف في بودكاست المعلمين. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. السلام عليكم، مرحبا بكم في راديو معارف، حلقه جديده ديال المعلمين. واليوم من قلب فاس معنا واحد المعلم ومقدم اللي كبر مع هاد الناس وكبر في الزاويه ديال الشيخ الكامل ومن الناس اللي تيقوموا بالموسم العام للعام. معنا الشيخ والمقدم مصطفى بركات، مرحبا بك معنا في راديو معارف. بارك الله فيكم، وحضرنا شرف كبير معكم وهاد السويعه مباركه مسعوده، والله يوفق للخير. نطلب الله تعالى وتبارك وتعالى هذا الجمع، جمع ديال المحبين وديال الناس ديال اللي تيديروا هاد الطرقه وتيديروا هاد المسائل. عبد ربي مصطفى بركات، عبد ربي الضعيف، كبرت الزاويه ديال الحاج محمد الكوهن رحمه الله. ديال الزاويه ديال شكون؟ الحاج محمد الكوهن بالغالي رحمه الله. محمد الكوهن رحمه الله. كوهن نفاس. نفاس. زاديتي فاس؟ انا فاس. زاديتي فاس. شنو سنه زاديتي فاس؟ 1970. 1970. نعم. بارك الله. خلقوا واحد البيئه ديال تاعيساويت، كانوا جيران عندنا، كانوا واحد جوج جيران تيديروا بحال دابا تيكون السابع ولا تتكون شي حاجه ديال اي حاجه. عندنا جيران تيديروا عيساوى، وواحد اخرين كيديروا حماشه الطريقه الحمد لله. انا ترعرات مع داك الناس في الصغر ديالي. الصغر ديالك؟ اللي زايني من الصغر في الدرب عندكم. الا كانت شي مناسبه الناس تيعيطوا غير على عيساوى وحماشه ديك الساعه. هادشي اللي كان، هذا هو الطقوس اللي كانت عندنا. ما كانش الجوق، ما كان والو ديك الساعه. قليل قليل. تما انا تقاصيت في هاد الدومين وهاد الحال ومشيت في داكشي. 12 عام رانا في تسلبتي من صغرك. عيساوي تاع 12 عام. 12 عام وعشنا وشفنا الحمد لله، والحمد لله ربي وفقنا للخير. ومازالش ندير داك المشعل ديال داك الناس رحمهم الله. تلاقيتي معهم انت السي مصطفى؟ تلاقيتي مع المقدمين قدام؟ انا كبرت مع المقدمين، حليت عيني، خدمت مع الحاج محمد الكوهن بالغالي رحمه الله. الحاج هذا دابا هاد السميه اللي ما عمرني سمعت بها، الحاج محمد الكوهن. الوغ كيما تنعرفوا كوهن هذه كنيه يهوديه. والحمد لله هذا من رواد الفن العيساوي. الفن العيساوي، شيخ من الشياخ وتاريخ زعما عنده ديال العيساوي. حنا حلينا عيني عليه، وكان واحد الاخ ديالو سوا رحمه الله تاو مقدم، عبد الرحمن الكوهن. عبد الرحمن الكوهن هادو ولاد فاس. ولاد فاس تيسكنوا في درب القاضي في المدينه، تنقولوا واحد الدرب، درب القاضي في المدينه. تما صرعنا انا مع هاد الناس وحلينا عينينا ومع تاع عيساويت، ومشينا في هاد المسيره. لان كنا كانوا كيديروا تاوما بحال هادشي الميلود، الميلود القاعده ديالو وداكشي ديالو. زعما ما داكشي غريب. دوزتي معاهم المواسم؟ دوزت معاهم صغير، قلت لك انا ولد 12 عام وانا معاهم. راه كاين هادشي مسجل وكاين كاسيت فيديو وداكشي. انا زار صغير صرعت مشيت في داك الميدان. لحد الان الحمد لله انا قابلت المشعل ديالهم وغادي في داك الطريقه ديالهم. اي راس معناها وتندير الطقوس ديال تاع عيساوي، ديال تاع عيساوي، ديال الدخله. تنخدم الليالي ديال الناس مرايح ديال الجمعيه، راه كتعرف. دخله بالقاعده وسبحان الدايم، وتنخدموا قصائد. كاين الصلاة على النبي، الذكر كاين فيهم الصلاة على النبي، قصائد ديال دريس بن علي، وكاين قصائد ديال الشيخ من على الشيخ الكامل بحال دابا الاطفال. لا يا الشيخ الكامل. الشيخ الكامل هو الهادي بن عيسى. هو الهادي بن عيسى اللي في مكناس. اييه هو هذاك. هذاك كاين قصائد ديالو وكاين قصائد ديال دريس بن علي. ومهم داك الشيء اللي كانوا تيتغناو في الملحون، تنعرفوا دريس بن علي كان قصائد ديالو تيداروا في الملحون مع عيساوى. وعيساوى والغلابلي، الحاج دريس الغلابلي سوا كذلك ومثال، عنده قصائد ديالو ديال تاع عيساوي ديال الملحون. داكور، ديال تاع عيساوي ديال الملحون. كاين خلوق اييه كتبوا، وكاين خلوقات، خلوقات ديال النبي صلى الله عليه وسلم بحال دابا في الميلاد. كاين داك الموفق الورى، وكاين واحد راحه الارواح، وكاين دابا واحد القصائد اللي ما بقاوش يتنداروا، الورشان. الورشان، الورشان بحال دابا تقول خذ كتابيه الحاج المدينه، خذ كتابيه الحاج المدينه من ارض فاس باغي يزور المداني.
من عرفت فاش باغي نزور المدن. هذه الورشان حيت هذه الورشان فيها شي 17 قسم وكل قسم فيه مسافه. كانوا داك الناس زمان شحال هذه الله يرحمه اللي حنينا عليهم الا ما كانش الخلق ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موفق لورا وهذا الورشان بحال اللي ما كاينش ويا منهم سلم والوصايا قصيده ديال الوصايا ويا طلق في الله الخافي وهي غاديه ايه هذا هادو قصايد هي اللي تكتبوا في تكتبوا تقريبا في القرن 17 والقرن 18 واللي باقي تيتغناو لدابا حتى الجزائر كاع تيغنيو بزاف ديال القصايد ديال بحال الحراز بحال بزاف ديال القصايد كاين في الجزائر تاع عيساويز وكاين في ليبيا وكاين في تونس وكاين في تونس عيساوا كاين في هادو كاملين تيهبطو تا هما في الميلود الشيخ الكامل تيزورو تيديرو داك الطقوس ديالهم تا هما وداك العاد تيجيو تيزورو هنايا من هاد الدول كاملين تيجيو من تونس وليبيا والجزائر وكاين زوايا تما ديال الشيخ الكامل ديال الشيخ الكامل في الجزائر وفي ليبيا وفي تونس تا هما عندهم داك الطقوس ديالهم واللي الزياره الكبيره هي ديال هنايا هي هذه من عيسى هذاك الشيخ ديال الشيخ يجمع كلشي كنت واحد العام في تونس وسمعتهم تيغنيو بحال هكا تيقولوا اللهم صل على النبي طيب لنفاس يا ابن عيسى شيخنا والي مكناس وديما تيقولوا هادي ابن عيسى وما تيقولوا ابن عيسى شيخنا والي مكناس هو ابن عيسى ما عرفت شكون ولكن تابع لهادي ابن عيسى تيقولوا هو ملقب لهادي ابن عيسى والشيخ الكامل الشيخ الكامل عنده لقب الشيخ الكامل والهادي ابن عيسى وشي سميات نسات لي ما بقيتش نفكرها المهم عنده لقب الشيخ كامل مكبول الشيخ الكامل كامل من جميع المسائل ديالو الهادي بن عيسى الهادي مع سيدي ربي فهمتي كيفاش وسميه واحده اخرى تنسات لي ديالو مقابل شي ثلاثه الاسامي وين هادو اللي معروفين الشيخ الكامل الهادي بن عيسى هذا هو اللي كاين وهادو دابا قدت مصطفى العام للعام تيخص يكون الموسم ديال الشيخ الكامل انا من العام للعام تنديرو العام للعام العام للعام تندير هنا قبل العيد نتي يدخل الشهر ديال الميلود اييه تنكريقا انا في البهجه في طريق موزات تندير السويعه ديال حلال العلامات اش تتسمى حلال العلامات حلال العلامات دابا نوريهاك في التليفون ونوريك اش تيكون فيها هادي حلال العلامات نعم اسيدي من العام للعام كاين كليان تيجيبوا لنا العلامات ديالهم اللي لافد على الشيخ ولا كذا وتنجبد على تيمشيو يزوروا اييه الكليان تيجيبوا لكم تيجيبوا لي العلام وتيجيبوا الزياره ديالهم وانا تندير لهم السويعه ديالهم وتنجبد داك العلامات القدام ديالي تنبخروهم العلامات بالنسبه للمستمعين اللي ما تيعرفوا شنو هو العلام كما تنقولوا بالعربيه هو العلم وهو نورمالمون هذاك اللي تشوفوا دوك الرايات الكبار اللي تيهزوا كناوه ولا عيساوه فاش تيقولوا هذا تنقولوا احنا العلامات هذاك الشعار ديال السير والسلام تيكون فيه مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله انساركم الله فلا غالب لكم تيكفيكم الله السميع العليم تيكون ايات القران فيه وتيرمز للنصر بان احنا منصورين تنقول لك الله يعز علامك الله يعز علامك الله يعز علامك الله يعز علامك والعلامات اللي واقفه تنقول والحياه الواتشا الواتشا يعطيك السلام هذا الجود الموسم بسطو وهذا والموسم دابا الموسم انت دابا الطي عندك الطيفه ديالك هنايا الطيفه العيساويه هنا انا درت الطيفه ديالي في التسعينات في 90 مازال 90 درت مقدميت 90 كنت وليتي ديجا مقدم ديال تاع عيساوي تبارك الله طلعت المكناس وجبت داك الشرفه ديال الشيخ الكامل وتنقرا قدامه سبحان الدايم اللي عندنا هو الاساس ديال الشيخ الكامل سبحان الدايم سبحان الدايم اللي عندنا هو الاساس تيكونوا جالس المزوار والشرفاء وكذا وعاد تيوفقوا لك على داك المسائل تيعطيوك البرا تنقولوا حنا برافو عليك تمقدميت برافو تيعطيوها هي هذيك ومن العام للعام تنادي لهم داك الزياره ديالهم من العام للعام دابا كاين شي مقدمين ما بقاوش يديروا هذه الطريقه هذه انا بعدا عبد الله بقاوت انا وكاين شي مقدمين باقيين مازالين قابطين على العادات ولكن بالنسبه لي انا عبد الله بقاوت انا عندي الطريقه ديالي الا ما درتش مكناس ولا ما درتش داك الشيء بحال اللي كنمرض كذب عليك المعلم الحال داك الحال مع تيجي الميلو تاعي ضروري وتتوجد من قبل وتيجيونا هدايا تنهبطو من الشيخ الكامل يا تيران يا يا زربيه يا تريه يا ودابا هو باسطو هذوك دابا الموسم نورمالمون كاع الطوايف تيجيو كاملين باش يتلاقاو في الهادي بن عيسى الهادي بن عيسى هذا يعني ماشي واحد الطايفه اللي تتمشي ولا كلشي الطوايف ديال المنطقه تيجيو مثلا وتيتسكنوا باش يوجدوا لذاك الموسم وهذاك اللي قلتي لي في الاول
فتح الاعلام حلل الاعلام حلل الاعلام لا لا هذيك تتكون قبل من الموسم هذيك ملي كيدخل الاول الشهر قبل الموسم قبل الموسم دابا كيدخل الشهر الاول ديالو من تما كتبدا حلل الاعلامات كل مقدم كيدير السويعه ديالو في دارو حتى تجي النهار ديال ليت الميلود تنطلعوا حنا قبل من 3 ايام ولا يومين تطلعوا تنطلع تنكري الدار تما لا جي بن عيسى تنكري الدار تما وتنزل في الدار تنشري الحيره للفقراء ما ياكلوا تنذبحوا ونقادوا الامور وصباح العيد صباح العيد تنهبطوا نقراوا سبحان الدين في الشيخ الكامل بحال الحزب الحزب كيتيقولوا الحزب سبحان الدين الحزب ديالو الحزب صباح العيد مع السبعه الصباح تنهبطوا الفقراء ديالي وداك الشيء تنقراوا داك البركه ثاني عيد تندير الدخله للشيخ الخرجه تنقولوا له شي ثاني عيد ثاني عيد ثاني عيد داكور ثاني عيد تدير الدخله للشيخ الشيخ كانوا نهار صباح العيد كانوا عيساوه ديال صحيم المختار هذوك صباح العيد عيساوه تنقولوا لهم حنا صحيم المختار عيساوه الغرب اي غيس عيساوه الغرب ديال الغرب هذوك صباح العيد تيهبطوا داك الطوائف ديالهم ثاني عيد كانوا هل الفاس هل الفاس فاسه ثالث عيد كانوا مكانسه والطائفه ديال دار المخزن ديال سيدنا الطائفه ديال التوارقه كان داكشي مفصل كان نهار العيد طائفه ديال الغرب صحيم المختار ثاني عيد تيخرجوا الطوائف ديال فاسه فاسه حنا كحلينا عينينا كان مقدم لكم ثاني عيد تيخرج كان الحاج الهادي بوزوباع كان الحاج عز الدين البطاحي الله يذكره بخير اييه الهادي بوزوباع ماشي بوزوباع اللي معروف لا هذاك عمو هذاك عمو داك كان محمد بوزوباع هو ملاحني ملاحني داكشي ديال الملحون وتيدير تاع عيساوي وكان خال الحاج الهادي بوزوباع رحمه الله مقدم عيساوه مقدم عيساوه داك الهادي بوزوباع دابا السي محمد اللي مات بوزوباع رحمه الله هذا عمو عمو داكور حاج الهادي قابلهم موسيقيين سبحان الله العظيم ولاد الموسيقى ولاد الفن كلهم كان هادو هما الطوائف اللي كانوا كيخرجوا في مكناس ثاني عيد دونك ثاني عيد هي الطوائف ديال فاس ديال فاس ثالث عيد كان ديال مكانسه 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 ثالث عيد كانوا الطائفه ديال دار المخزن دار المخزن توارقه توارقه دابا ولاو كاين نهار دابا الطوائف اللي كيخرج نهار العيد انا بعدا عبد ربي تنخرج ثاني عيد حيت حليت عني على ذاك الطريقه ديال المقدم رحمه الله شيخنا هذاك هذيك الطريقه اللي كنديرو وثالث عيد تيخرجوا توارقه ورابع عيد عاوتاني كانوا شي طوائف ديال مكناس ولا ديال كانوا كيخرجوا كل نهار مفصل داك الشيء داكور والله يرحمهم كانت واحد اش ماشي نقول لك واحد الدا واحد داك الناس رحمهم الله وكان كل شيء اللي قال بلا فلوس نية كانت نية الانسان تيجي خصو يتفرج ويبرا ويمشي بحاله ملي كيقرب الشهر ديال الميلود كدا داك الفقراء وداك الشيء تيوقف عند المقدم واش غادي لنا الميلود غادي دير لنا كدا هما تينوضوا يهيئوا راسهم يقول مع المقدم ودابا كل مقدم دابا تيكون مسؤول على الطيفه ديالو هو اللي تيدي الطيفه للموسم تنصيرو فيها تنديو تنديو والموسم العام للعام من العام للعام دونك كانوا هاد الناس دابا مثلا فتاع عيساويت كانوا الناس بكري العام للعام تيجمعوا وتيديروا الموسم ايه وتيعاوتاني يحبسوا تاع عيساويت حتى العام الجاي ايه كيبقى لي تيخدم ليالي وتيخدم كدا الويلات ضروري كاين ضروري داك الليالي ودابا هادشي ديك الوقت اما دابا راه تاع عيساويت دابا حاليا في الاسره المغربيه اللي ما دخل العروسه بتاع عيساويت راه بحال ما دار والو هادشي راه حتى في العيون العيون في طنجة فين ما مشيتي دابا في المغرب اللي ما دخل العروسة بتاع عيساويت وهذا لا شرف كبير تبارك الله لا لا الحمد لله اللهم لك الحمد تاع عيساويت دخلات الشباب وشباب تبارك الله تا هما الله يسخر فيهم تبارك الله ولا تاع عيساويت في المغرب عام مثلا ولات في الدم ديال الناس الا ما كانش تاع عيساويت بحال دابا نقول لك السمية العقيقة حضروا فيها عيساوة دفوع خص عيساوة ختانة عيساوة فهمتيني كان شحال هذه الناس حتى اللي كيمشيو للحج ويجيو خصي تسناهم بعيساوي تايديروا لهم دخله بتاع عيساوي هكا اللي كان شحال هذه تاع عيساوي الملحون حمادشه وحمادشه هادشي اللي كان هذا هما اللي كانوا الاساس زعما هنا تنقولوا في فاس فاس كانوا اللي ما دارش عيساوي وما دارش حمادشه وما دارش الملحون بحال اللي ما دار والو كانوا داك ساعات الجواق قلال ما كانش الجواق كاع كان داك الشيء قليل وكان داك الشيء اللي بحلاوته كما تنعرفوا فاس راه 12 القرن تبارك الله وهذه المدينه باقي واقفه على رجليها والشعراء اللي دازوا التاريخ واول جامعه في التاريخ ديال الكره الارضيه هي الجامعه اللي تكريات هنا جامعه القراويين القراويين على يد فاطمه الفهريه هاد المدينه هادي سبحان الله العظيم حنا دابا غير جينا دابا انا وحمزه اللي معايا بعدا مع تدخل تتحس بواحد الروحانيه سبحان الله العظيم مازال كاع ما تلاقيتي مع الصناعيه الله العظيم وهاد السر هذا انت هو دابا فاش كبرتي يا سي مصطفى هاد السر دابا هادشي انا
حليتي عينيك. صغري انا قلت لك انا معنا جوج عائلات كنا في دار وحده، جوج عائلات، واحد ولاد بناني واحد ولاد الودي. اه هذوك ولاد بناني دمهم تاع عيساويت، انا حضرت على الحاج الهادي بوزوبه تاع عيساويت، تاع عيساويت حضرت عليه رحمه الله وانا مازال صغير. داك الساعات كانت تشدني شي بحال اللي كيجيو يوقفوا داك العلامات وداك الشيء، تمشي تلبد حدا شي علام وفوقاش يجيو داك عيساو، كانوا سيادنا عيساو. اه 40 و50 الخرق تبارك شي فقاع الدار وشي جالس على برا. وين الحريفيه ديك الساعه؟ الصناعيه، كان الجزاره، كاين الخراز، الدراز، الخضار، الضباغ، كلشي سبحان الله العظيم. كانت عندهم ومحبين يسمى بحال دابا الليله عند الحاج الهادي بوزوبا ولا الحاج محمد الكوهن بلا ما تيمشيو تيوقفوا في دار الليله. الحال تيجبدوا الحال حيت يسمع واحد الاسم واحد الهرم. اه يسمع الحاج الهادي بوزوبا، يسمع الحاج محمد الكوهن، الحاج محمد القيسي رحمه الله. دابا اللي الاخ ديالو السعيد القيسي هذاك مقدم، كان واحد مقدم الجماري رحمه الله، كان واحد المقدم الحاج جلالي. جلالي كان هذا عنده فران، كان فرارني كان عنده فران. وهذا المقدم الجماري رحمه الله كان دلال الحاج الهادي بوزوبع، كان دلال حتى هو في سوق الجلد. ايه كان تيدلال البطانه، كان لامين ديال الدلاله. الحاج محمد الكوهن في حياته كان لامين ديال الجزاره هنا عندنا في الباطوار، هو الامام، هو واد خو رحمه الله الحاج عبد الرحمن الكوهن، هو اللي كيحل الذبائح، هو اللي كيحل، كان امام. هو كان هنا صار عرف فاس السنه طلع للدار البيضاء، بقى خا هنا، بقى الاخ ديالو هنايا تيخدم الليالي في الدار البيضاء، ملي تكون عنده الليالي في فاس يهبط، تيهبط مع الفقراء ديال الدار البيضاء شي ستاد الناس كبار، وهنا تتكمل الطايفه عند خا. ايه خو سوا رحمه الله الحاج عبد الرحمن الكوهن حتى هو مقدم، انا صار عرفت في ذاك الزاويه. مني ما كنقدم الحاج محمد بقى الاخ ديالو عبد الرحمن الكوهن، وليت انا مازال في عمري 12 عام، مازال صغير، انا كنضرب الطبله قدام، ماشي كاين كيتصاور كاين كلشي. من تما مات الاخر دخلت انا لهذا الحال، لهذا الحال. وما انا كنت ندير تنفرت. اش كنتي تدير؟ نفير. تنفرت. انا نفرت في الجامع. صغري 10 سنين وانا تنفر واحد الجامعه عندنا الشرابليين، بها بديت هذا الشيء. تنضرب النفيت، كنا كنخدموا مع عيساوا في الصباحيات. المهم راه حتى هذه اللقطه ديال تنفرت في الجامعه راه ذكرناها في واحد الحلقه، قليل الناس اللي عرفوها في المغرب. حتى حنا في تارودانت عندنا ماشي كاع المدن كاين فيهم هذا الشيء. لا قليل. حنا في رمضان كنا ديك الساعات كولا غياط ونفار تيمشيو للسمعه. اييه عندك دونك الصناعيه ديال الغياطه والطباله والنفاره تيخدموا سوا في الموسم سوا في العرس سوا في السمعه. السمعه مزيونه عندنا في تارودانت. انا خدمت فيها. خدمت في الصناعة في رمضان. في رمضان سحور تفيق الناس، كان داك الشيء بالوقت. بالوقت اه كان مور العشاء تيقولوا الشفع. الشفع تمشي الشفع تنديروا واحد ربع ساعة المكانة مورا التراوح. مور التراوح عاوتاني ملي كيقرب تمشي مع الجوج قبل بشي ساعة ونص ولا كذا، كتمشي واحد نص ساعة المكانة باش تفيق الناس الدويرة زعما يسحروا وكذا. وكانت عندنا البرج في القرويين فيه الجواجي جوجة، كان عندنا في الرصيف في العشابي وجامع الأندلس والبرج ديال القرويين. هذاك البرج القرويين هو اللي كان كيحكم في ذاك الصماعي ديال تنفر ديالي، هما اللي كيعطيونا انطلاقه وكيعطيونا عاوتاني باش تيرشموا لنا باش صلاه على النبي باش تيرشموا بالضو. لا بالنفاير. بالنفاير يعني انت تسمع جوج هاد النفاير هذيك دابا البرج والاندلس فيها تنعيطوا الجواجي. الجواجي والصماعي الاخرين فيهم الفرادي، هذا باش الشرابليه القصبه النوار. ايه والصماعه فيها فرادي، وهذيك الاساس هي ذاك البرج ديال القرويين هو اللي تيعطيك السينيال امتى تبدا وامتى تحبس. جوج هما الاولى، لان هذوك الانطلاقه من عندهم والحبسه من عندهم. هما اللي صايقين السمعه تاع اييه الطقوس ديال رباكي. وانا 10 سنين قلت لك انا كنت نفر. من تما طلعت للدار البيضاء. خلطتي على؟ لا خلاص خدمت مع شيخي في الدار البيضاء وخدمت مع واحد الجوق ديال الحاج يوسف المرنيسي، دابا الاخوان المرنيسي اللي كيبانوا في التلفازه. واحد خاو هذاك الصديق ديالي دوز معاه، وداك الساعه تندير تنفاس ملي توفى شتراسي كدا كدا في عاد شي توفى هو في 89، هبطت انا بحالي درتها مقدمي تاع عيساويت. ايه 90 درتها لحد الان. دابا من اللي رجعتي فحالك من كازا واش كنتي تدير مع ذاك الجوق؟ الجوق كنت نفر. نفر ايه بحال دابا ملي كيديروا ذاك القصيده ديال القباحي ديال الملحون، انا وواحد صاحبي ايه نفر. ملي كيدخلوا العروسه
عاوتاني دخل العماريه العماريه ومني كيدير داك الطرح ديال عيساوه في التالي حيت كانوا زواق ضروري يديروا الطرح ديال عيساوه ما داروش الطرح ديال عيساوه ما كاين والو لا ضروري وكان هذا الحاجي سبرنيسي وما هما ولاد فاس ولاد عيساوه العروض تاع عيساويس باهم رحمه الله تا هو كان في تاع عيساويس طلع دار جوق تما هذاك الصديق ديالي الله يرحمه مرض وتوفى الاخوان ديالو ما جيت انا بحالي في 90 درت مقدميت 90 ديك الساعات قلتي صافي انا خدمتي اللي بغيت ندير هي بغيت نحل الحانوت وبغيت ندير مقدم ديال عيساوي صافي درتها مقدميت درتها في 90 ديك الساعات بدات المسيره عاوتاني وليتي تدي الطايفه ديالك للموسام حتى الموسام حتى اللي كنت ندير الموسم هنا في فاس ولا ادري الموسم ديالك هنا لا فاس انا كنت نبيت الليله والله غدلي تنديروا الخرجه في الموسم ايه ديال مولاي ادريس زرون لا ديال فاس ديال فاس مولاي ادريس اصغر ودرتها حتى في زرون درت شي جوج دخلات في مولاي ادريس زرون راه كنا تنسمعوا بها 2000 و 2002 2004 درت جوج دخلات تما في مولاي ادريس زرون تنبيتو الليله تما ولكن 2008 تندير في الشيخ الكامل الشيخ الكامل هي مكناس هي هذه من عيساوي وتما هو فريمون هو من بعد ديال من بعد ديال تاع عيساوي داك من بعد ديال تاع عيساوي وكيتيدوز هذاك الموسم كما قلتي لي من بعد فاش يخدموا النهار ديال التوارقه والنهار كاين شي نهار اللي تيتجمعوا فيها الطوائف كاملين الطوائف كاملين الموسم هو نهار العيد كلشي كيكون نهار العيد مقدمين كلشي كيكون اللي مسلاه واللي من الرباط واللي من الدار البيضاء كلهم اللي ما جاش حضر داك الصبحيه ديال سبحان الدين في قلب الشيخ بحال اللي ما زارش بحال اللي ما زار بحال اللي ناقصها شي حاجه ودابا ديك الزياره باستو دابا انا مع تنسمع شويه تاع عيساويد وتنعرف شويه تاع عيساويد ما كرهتش نعرف اش كيفاش الطقوس اللي تيدوزو واش ما تيتضرب لان دابا كاين كما تنعرفوا قلتي لي قبيله كاين بزاف ديال الذكر كاين الذكر ديال الخلق كاين بزاف ديال الذكر أيه. ولكن دوك هادو قصائد اللي تيتغناو أيه. وفيهم اللازمات ديالهم أيه. ولكن دوك الهزات ديال الغيوط هادوك ملي كندخلوا ملي كندخلوا الحدون حدون حدون كاين حدون كاين جلاليه دابا بسم الله بدينا يا احد يا رحماني غادي تبدا انطلاقه من هنا تبداو فيها الغياطه والطباله تنقولوا الكلام وكنحبسوا منها كندخلوا لواحد الطقوس تندوزوا حد تندخلوا الجلاليه الجلاليه هي ملي كنبداو بالشرفه بحال دابا في الطريقه ديالكم تنبداو بالشرفه وحنا غاديين ديك الساعات بحال قلتي مثلا دخلوا الملوك في تاع عيساوي لا دخلنا دابا مثلا ملي كندخلوا الحدون راه حنا كندخلوا للملوك كنقلبوا الجلاليه كندخلوا كنبداو بالشرفه تندوزوا لطيحه د الغابه موراها سيدي موسى موراها سيدي حمو فهمتيني كيكونوا دايرين واحد الطقوس ديالهم داك الشيء داك الناس اللي كنخدموا لهم ربما عندهم نحيره كبيره ولا تيحطوا داك انت المعلم راك عارف اي 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 وهاد النقطه الثانيه جبدناها لان الملوك اصلا ما كانوش في تاع عيساوي الملوك يلاه ولاو في تاع عيساوي شحال هادي ما كانش هاد الشيء ما كانش هاد الشيء النقطه ما كرهتش نسمعها منك ما كانش كانت الصلاه على النبي كيدخلوا عيساوى كيقراوا سبحان الدايم القصائد ديال هو الحزب القصائد تاع عيساوي منوعه تيحطوا الطبيله الحرم يا رسول الله أيه. تيديروا داك الطرح ديال حدون ديال حدون حدون بسم الله بدينا حدون يا رحماني وهي غاديه والمجرد المجرد هذاك هو التالي هذاك هو الاخر هذاك المجرد كاين المجرد والطقوس ملي كنبداو هكا كتبدا كان مفتح الرباني مفتوح الرباني وقفه هو الاولى موراها كنديروا الزميته وعاد تنختموها بالمجرد حنا في فاس وهاد الزميطه مهمه هاد الزميطه حتى هي ما كرهتش تهضر لي عليها مع معروفه عندنا في المغرب نعم والزميطه نورمالمون تتعاودها تتبقى تعاودو بحال القصه ديال ملي تتزرع يلاه اي تيقولوا لا يا لاله بسم الله بديت يا الزميطه يا لاله النبي صليت حبيبتي وحبيبة قلبي يا صداق العيساوية هذاك هو كان صداق ديال تاع عيساوي سان شحال هادي على تيعاودو الشيخ وداك الشيء اللي بغى ياخذ شي بنت يدي داك الزميطه هادي صداق العيساوية ما كانت لا هادي لا هادي يا لا نمشي للناظر يكري لي البلاد نمشي للرحبان نشري الزريعه نمشي عند العواد يصوب لي محرات نمشي عند الحداد يصوب لي السكه نمشي عند الخراط يصوب لي الشبكه ويصوب لي المدرة وانت غادي تمشي عند الدراج يصوب بون الداف هو داك التثقيل ومشي عند الطراف يصوب لي بوعفاس زعما هو داك البوط حاجه اي داك البوط وانت تمشي تتقلب البلاد وتحرك البلاد وزعيت يا ربي جينا الشتاء وزيان الصابا ونمشي لعند الحداد يصوب لي منجل نمشي للموقف نجيب الخدامه يحصدوا لي زراعي نديه النادر ندرسو بيدي نمشي عند القباب يصوب لي ربعي هو باش نخرج العشار
العشار الزكاة الزكاة اي خرج العشار ونمشي عند النجار يصوب لي جبنة جبنة ندخلها للدار باش العيالات ينقيو الزرع ويصوبوا نديه للرحوي الرحوي تيسرق لي منه سيدي لي من الزرع سيدي لي القيب سيدي لي القيب من الاول حنا مزيانين حتى جبدوا القوالب سيدي لي بدا لهاد الشيء لان دا سميتو للرحوي للرحى سرق له من الرحى داري شي الفقي الفقي عطاه فلاقه علاش دي فلاقه ديك الساعه ديال الزرج ليك الزرج ليك عصاب العقاد هكا تمشي يلا داير الفقي وتمشي للقاعه تاخذ العسل تمشي للمكناس نجيبوا الحموص حيت اللي كتصوب بالحموص والخروب وانت الرون ونعجن وذوق الحباب وهذا الشيء دابا كامل باش نوصلوا لديك ديك الوجبه اللي سميتها الزميطه باش ناكلها وندوقوا الحباب ونبارطاجيو يا لا لا نصوبها بيدي ويا لا ناكلها وندوق الحباب نذوقوا الحباب النهويه كانت عاوتاني مهمه الزميطه الميلود كان المقدم كيصوبها الزوار ديالو الناس اللي كذا اللي كيعاملوه تيعطيهم داك الخنيشه ديال الزميصه ولا ما كانش داك الزميصه قلت لك بحال اللي ما كاينش شي حاجه هي مصوبه من الحمص والخروب والزرع المغربل ومحمر هذه وكانت تعاون ديك الساعات تاكلو كاين بلا انت ياكل غير الزميطه وتيبقى النهار كامل ما كاين هنيه وربما تيعطيوها اللي ما كتولدش اللي مريض داكشي كان عيب النيه بالنيه داكشي النيه كانت غالبا المهم الحكمه كاينه في ديك الزميطه تما فين كاينه الحكمه وانا دابا هذا الشيء هذه هي تاع عيساويد مثلا فاش تنقولوا ملي قلتي لي داك الحزب وسميتو من بعد دزتي الفتوح الرباني اللي قلتي لي ومن بعد دوز الزميطه يعني الزميطه راه هي ما محسوباش مع الملوك ما كانش الملوك في تاع عيساويد لا ما كانش كانش الملوك ولا الشلول ولا كان كنعرفوه مع قناوه وجلاله وجلاله وحماشا ديال الغرب الله يرحم والديك الله يرحم والديك كانت حتى عيساويت كانت فيها تدخل بالصلاة على النبي تتقرا سبحان الدايم الحزب القصائد ديال تاع عيساويت منوعين تتنزل داك الطبيله الحرم يا رسول الله وانت غادي شراقة نورة يا بابا وهي هذيك داك الدرقاوية كنقولوا لها حنا الدرقاوية الدرقاوية اه ومن يبدا من يبدا الطقوس ديال كذا بداو دابا حنا كي قلت لك الطقس ديال تنعيطوا للغابه نعيطوا مولاي عبد القادر دخلنا سيدي موسى شي لقطه تنقبطوا من هنا ومن هنا مو ملكه اه الغازيه الصادقيه من عبد الصادق هو انا ملي كتشعل الشمع ويجي يجذبوا فيه هذاك داخل مع الغازيه مع الغازيه داكور دابا كنقولوا سيد الغازي بدوا عزمني برا الله الله ابو علام داوي حالي والصادقيه هي فاش داك الطقس ديالها ديال الشمع باش يخدموا يديهم امسي مورا تندخلوا لمولاي ابراهيم مولاي ابراهيم تسير الجبال هنا دابا بزاتي شويه اه هنا بزات ندخلوا مولاي ابراهيم مولاي ابراهيم القناوي مول القناوي تنعيطوا على داك ميرات دابا ولا هادشي داك العربيه وميرا وداك الشيء ندخلوا وتندخلوا معاها كاين اللي كندوزوا مول العربيه تماليكا وكاين اللي كنضربوا داك الطريح ديال الكحل تندخلوا نعيطوا على لالا عائشه ونديروا دغوغيه الحمدوشيه نديروها تاع عيساويت ملي كندخلوا الميرات وداك الشيء تندخلوا مريكه معاها حيت سوق الرجال تندوزوه هذا ملي كتبداو ملي كتدخل الرجال عاد تدخل العيالات ثاني دابا ولات تاع عيساويت تشقلبات لا ولكن راه مزيان هذا الشيء بالنسبه لي انا كل بحال تا قناوي حتى هي مثلا فاش تنضربوا الحمد وشي راه ما كايناش في تا قناوي اييه واني تسقاد من حماد جا يعطيك الصحه عاوتاني فاش تنمشيو حنا مثلا لا اله الا الله الله يا مولانا من بعد تنمشيو هادي ساعه من ساعات تاع عيساوي حتى تاع عيساوي ثاني دخلتيها انا يعني حنا الحمد لله في المغرب فن تيتسقى من فن بطبيعه الحال وواحد الفن اخر تيعاود يتسقى من فن اخر عندنا عاوتاني الله والله بابا ميمون ديال جيلان لا ماشي ديال القناوه هذا حتى حنا كنديروه في تاع عيساويت دابا ولا تاع عيساويت دونك الحمد لله في المغرب انا بالنسبه لي هذا الشيء راه واخا هكاك ماشي تنخرجوا على التراث بالعكس التراث تيصدر لان انت الا قلتي لي مثلا ديك تاع عيساويت اللي كانت في الاربعينات راه ماشي هي اللي كانت 50 عام قبل عاوتاني راه كل جيل مالي كل جيل مالي الله يرحم الوالدين وهي راه تاع عيساويت هو شيخ واحد شيخ واحد اول الزهم هذه المهم هي ديك الزياره اللي تدير الشيخ هذه هي اللي هذا هو الاساس وكيما انت كبرتي مع دوك الناس قدام انت السي مصطفى دابا كاينين دي جون واقيلا اللي تيجيو عندك واقيلا بغاو من عندي تعلموا مني بزاف بزاف كاينين وليدات خداو عاشوا معايا الله يعاونهم الله يسخر لهم انا وصالي كنوصيهم يحافظوا على التراث
حيت دابا ولاو تيدخلوا شي ديور كي قلت لك دابا تاع عيسى بحال اللي تخربقت. فهمتي دابا تزاد شي الاف زاد داكشي ما كاين مشكل. فهمتيني حيت عيسى شحال هذه كان تيصلوا تاع النبي كتدخل ما كاين لا شعبي ولا حتى الا قلتي للمقدم ديالنا ملكه قال لك تجيب الشيخات. وهذيك ملكه ما تخدمش داك العيالات حتى هما يخدموا انت كيفاش هذا هو العربيات العربيات هما العيالات بحال دابا داكشي مني ولا داكشي تفرق هكا هكا ولا كلشي ولا كلشي راه تبارك الله تلاميذ خرجوا من يدي هم تيعترفوا بها تيقول لك العدد منهم انا اللي تنعرف بزاف ديال الدراري اللي تربوا معك شدوهم معك في الاول دابا راه ولاو مقدمين حتى هما هو كاين داك عدنان وكاين داك عادل القوشي القوشي حتى هو هذاك تربى هذاك على يدي هذاك تربى هذاك انا كنت ندير سعد الميلود عندهم في الدار هو مازال صغير هادشي راه فيه تاريخ ومصور هادشي كاين سعد الميلود كنت تدوز عندهم في عندهم كنت ندير حلال العلامات في دارهم هو كان مازال صغير كان واحد با رحمه الله تا هو من الفقراء ديال الحاج محمد الكوهن باه اللي كانوا معاه في الطايفه الطايفه فين ما كان مقدمها باه معاه هنا في الدار البيضاء وملي كيطلع للمكناس المهم كانوا محبين الناس ديال هاد ودابا وليداتهم كاين اللي كاين اللي خدام في الحال كاين وليدات انا على يدي بزاف دراري عاشوا معاي وخدموا معايا فنانة رحمه الله سي محمد نجيوي الصغيور الله رحمه معايا عوز معايا داك سي محمد رحمه الله الله يرحمه الله آه عرفتو كان معايا واحد عزيز التيار رحمه الله جيوي كان داير معايا الملحون وقيل واحد العام غنى معايا واحد القصيده الملحون الله يرحمه حتى هذا كان عندنا لؤلؤ ادفاس زوار هذاك من مشى من مات رحمه الله فقدنا الدكار فاس كان دكار حتى هو جيوي كان دكار هذاك خدم مع الحاج الهادي بوزوبه رحمه الله كبر معاه وصرع معاه وخدم مع الكوهن وخدم مع الحاج محمد القيسي وخدم مع سعيد براده سعيد براده تبارك الله رحمه الله هذاك اللؤلؤ كانت عندنا ديال الذكر ديال الذكر سي محمد الصغيور لا يا تحطوا في الملحون يا تحطوا في التعيساوي في الملحون تنعرفوا في الملحون دوزنا واحد السهره مجموعين وكنت نشوف حتى في تعيساويت مي كاين هنا تبارك الله فاس تبارك الله اصوات كاين تبارك الله لا في تعيساويت ولا في الملحون هو في التالي ديالو بقى مع الحاج عز الدين الطاحي اييه مع الحاج الله يذكره بخير ويشافيه انا كنت نعرفه مع السي محمد السوسي اييه مع السي محمد السوسي مع محمد السوسي مع الحضري وكان مع قويدر أيه. مع حسينه رحمه الله ومع عبد الكريم قنون رحمه الله شوف دابا شحال من رحمه الله قلتي دابا هذا ترعرع معاهم حتى هو وانا صغير تنحل عيني تنشوف السي محمد الصغيور انا قلت لك ملي كنت ولد 10 سنين ولا 8 سنين في الدار عندنا انا حضرت عن الحاج الهادي بوزوبا والحاج عز الدين البطاحي مع والسي محمد الصغيور رحمه الله نجيوي كان معاهم مقاب نجيوي رحمه الله وراه هاد الارض خلات بزاف ديال الصنايعيه بحال هكذا وكي قلتي كانوا الدباغه وكانوا هي الناس الصنايعيه الصنايعيه هذا هو الناس الصنايعيه ومولوعين ومولوعين ما يقول لك اعطيني فلوس ما يقول لك حتى شي حاجه لان شحال هذه شحال كانت الليله كان داك الشيء البركه يجي يعطيو العربون المقدم هذا العربون كذا كاين رقاص اسي عندنا بحال دابا خدموا العشيه في قلب العشيه ما سمع لا غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم راه تسقيل بلاصه فلان فلانيه ملي كيسمع رقاص كيسمع تيمشي عند الدباغ ولا عند الجزار ولا العلام ولا العلام هذاك تيقولوا له حنا الرقاص 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 هذاك كيجيو دباغه وجزاره ودرازه واش ماشي نقول لك داك الشيء ودلاله المهم كانوا الناس هي المولوعين هي الناس ديال الحال وديال الحرف وديك الساعه تيجمعوا كما قلتي تيجمعوا الموسم باش يمشيو للشيخ الكامل الشيخ الكامل الشيخ الكامل ولا المكناس ولا مولاي ادريس الزرهون مولاي ادريس الازهر ديال الزرهون دونك واني كل عام وفين تيمشي ولا كاين كل طائفه فين تتمشي لا دابا كاين كل طائفه كاين دابا عندنا طوائف بحال دابا السلاويين والرباطيين وداك الشيء عندهم مع مولاي ادريس الزرهون تيمشيو لمولاي ادريس الزرهون مولاي ادريس الزرهون حنا دابا فاس بقيت عبد ربي الضعيف انا اللي بقيت ندير هذه العاده ديال المكناس ما بقاش الشيخ الكامل ما بقاش شي واحد تيديرها ياك ما بقاش شي واحد ما بقاش كان كيديرها الحاج عز الدين البطاحي كان كيديرها هذا الحاج محمد رحمه الله مات كان كيديرها القيسي رحمه الله الحاج محمد هو القيسي كان كيديرها كانوا طوائف فاس كانوا فاس جديد بن الحسن الطائفه ديال فاس جديد بن الحسن حتى هما كانوا كيديروا مكناس ما بقاوش دابا بقاو دابا بقاو طوائف قلال شي يمشي لمولاي ادريس الزرهون ولا بحال دابا السلاويين والرباطيين تيمشيو لمولاي ادريس الزرهون تيمشيو لمولاي ادريس الزرهون
وعاد كاين مولاي ادريس ديال فاس. يا هنا ديال فاس مولاي ادريس عاوتاني ديال فاس توا فيه الموسم. توا تيكون فيه الموسم. توا تيكون فيه الموسم. ولكن ما بقاش كي كان هنا في فاس. هنا ما بقاش. هنا ولا عندنا الموسم هنا في فاس ولا عندنا بحال استعراض. تدوز حدا المنصة حدا الوالي وحدا كداشي ما بقاوش يهبطوا الطوائف تاع الضريح كي كان شحال هذه. بحال اللي القليل اللي كي ما شحال هذه كانوا الطوائف هنا في فاس كلشي كيهبط حتى الضريح وكنفتحوا المجرد في قلب مولاي ادريس. في قلب مولاي ادريس. مع مولاي ادريس. في الزاوية. اه في قلب الضريح. في قلب الضريح. صعوبة الطائفة تما ذاك المجرد هو التالي تما كنديروه. داك هذا المجرد هذا اللي كنت بغيت نسولك قبيله علاش سولتك المجرد فين تيكون هو هو الاخر قلت لي تيكون هو التالي. هو التالي هذا المجرد كاين تيبدا بشي ذكرى حتى هو المجرد تيبدا بذكرى بحال كاين الله يا مولانا غاني مولانا الله ويلا قلت الله في بيوت نشادي الله يا علالي بسم المولى باش بديس الكريم العالي الله يا علالي كل ساعة حاضر موجود شوشولي حالي الله يا علالي يوم جانا شهر الميلود والعلوم تشالي الله يا علالي وعدي للشيخ المقصود بن عيسى سلطان آني الله يا علالي برواي السيد المحجوب الله 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 رسول الله سيد الرجال أصلى على رسول الله نبي مصطفى مولايا باغي نزور نزل الموسيقى نزل الحضور والعلمات والعلمات كاين هنا العلمات هنا العلمات في الحضرة إلا ما كانش مقدم سيدي مولاي راه ما يجيبش العلمة ما لأن هنا فين تيعلمهم باش يديروا داك الهز بالغيوط وبالبنادر الغيوط وبالبنادر هما خدامين والحضرة خدامة كاين شي هزات تيديروا من المقدم تجيبوه مع القفلة مع الهزة مع النزلة مع النزلة ديريكت قد قد هو هذا المجرد دابا حنا عندنا في عيساويت اصعب ما كاين مجرد صعيب المجرد هو ديالهم ديال عيساواد الغرب عيساواد الغرب هما اللي قلت لك صباح العيد تيهبطوا بالطبوله والغيوط صباح الميلود هذوك تنقولوا لهم حنا عيساواد الغرب هذوك غرباوه بحال القداري يعطيك السلام معلم هذا هو اللي كاين القداري شويه واحد الميزان تيكون ديما صعيب دائما صعيب بجوج في اربعه وفين فين الغرب فينا بالمنطقه بالضبط تنقولوا لهم واحد الغرب عندنا بحال دابا سيدي سليمان فهمتيني النواحي ديال النواحي ديال قنيطره كاع هذاك تيتسمى الغرب الغرب كله غرب سيدي قاسم كذا حيت كاينين تما طوائف الغرب وكاين في الشمال كاين في الشمال يعني عيسى ديال الغرب في الشمال في تطوان وكاين في طنجه وكاين في اصيله هادو عيسى ديال الغرب تنقولوا لهم حنا عيسى هما ديال صباح العيد في الميلود اللي كيهبطوا في الصباح بكري هما هادو عيسى الغرب بحال نقولوا حماشه ديال الغرب بحال قداره كيقولنا بحال قداره بحال برقل وداك الشيء بحال داك بحال الطقوس ديالهم المعلم دوك حتى عيساو عندهم ديال الغرب حتى حنا عندنا الغرباوي وكاين السباني والغرباوي انا عرفتي دابا علاش قلت لك هكا معنا فاش كنت صغير والله العظيم كنت غالط انا فاش كنت صغير كنت كبرت شويه مع عيساو في تارودانت وفاش تنسمع الغرباوي كان تيصحاب لنا زعما ديالكم انتم فاس زعما ديال هنا فاس لا كان تيصحاب لنا الغرب هو فاس الغرب هو حنا كنبداو بوز نازل وملي كندخلوا للغرباوي كنحبسوا الماعون كيبقاو الطبوله والغيوط والحضره تيبقاو غير الطبوله والغيوط الطبوله والغيوط والحضره والعلمات الحضره هي الصف الصف الحضره بالعلمات المقدم تيدور مع الفقراء كيجيب الوجبه مع القفله مع تندخلوا داك ساعات الغرباوي وكاين السباني السبالي السباني 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 هذا كيديروا داك غرباوه هو نفس الطريقه ديالنا دابا هاد المعلمين ديالنا خداو شي حاجه منهم غياطه ديالنا وداك الشيء كيدخلوا للغرباوي وكيدخلوا للسباني السباني حاجه اخرى عاوتاني شي حاجه هما نقاط وحديد هي كيكون بحال دابا الفواقه طلع للفوق ولا كدا في الغيطه الغيطه والميزان راه ميزان واحد
هي هو كاين شي اختلاف ديال بحال دابا في الحضره ولا علماس مع القفله مع الطبل مع الغيطة مع المعلم. الا كان خدم حريفي ودكرات كاين دكرات ينزلوا في الغيوط. وتعيساويت فيها هادشي الجذبه دابا ولاو الناس تيجبد كاين الحال الحال دابا تعيساويت دابا بالنسبه انا دابا عندي شي ناس ملايكيه تنقولهم جمعيه تندخل عندهم بحال دابا في 12 الليل تنخرج حتى شي وحده النهار ولا لا غد ليه الليل كامل الليل كل واحد السيده انا الله يذكرها بخير حتى هي والله حتى ثلاثه العشيه حتى تنطيحوا الزميطه سبحان الله الزميطه هي الاخر هي التاليه تبدا الطقوس الاول نبداو الدخله سبحان الدايم درنا الطرح الاول ديال القصايد فيه شي ربعه ولا سته القصايد كل قصيده منوعه نديرو السرابه نجمعو عاوتاني نديرو طرح القصايد ملي تنحطو الطبلات على ربعه الصباح عاد تنعيطو الحرمي يا رسول الله وهذيك فيها شي ساعه ونص المقاله موراها تنديرو التهضيره عاد تندخلو الطقوس ديال حدون الجلاليه والغازيه مولاي ابراهيم من الملوك تاع ربعه الصباح حتى تبداو هذا الشيء حتى 4 الصباح حتى تيبداو البنات. 4 ولا 5 تنبداو. كاين بعد الساعة 7 الصباح نعاد في حمو. تعرف كيكونوا موجودين داك الطقوس خصك على ما تكدا دوز لهم داك التروحة ويدوزوا الذبيحة ويهضروا ويتكلموا كتحف. شوية ثاني شوية طقوس ثاني. وعاد تدخل على يدك هذاك ساعة حمو راه نص فيه في الخدمة. نص في الليلة. عاد تدخل الغازية مولاي إبراهيم السرطية القناوي. وانت غادي العربية الثانية مالكة حتى الختام الزميزة هي بحال قناوانيت ولا بحال قناوات تا قناوات والله يهديهم شي وحدين ولاو كيديروا شي تروحة ديال تا قناوات عيساويت ماشي انا ما تنوافقهمش على هذا الشيء راه تا عيساويت عندها بلاصة راه تا قناوات عندها بلاصة عندها مالية راه ما كناش حنا كنديروا هاد البواب وهاد المسائل هاد الشيء هذا كان داك الشيء انا قلت لك المعلم راه داك الشيء انا علاش كنت نسول بزاف على الملوك لان اصلا بعدا الاصل ديال تاع عيساويت ماشي موسيقى ديال الملوك لا مش فيها الجنون ولا سميتو فيها يبقى يكون فيها واحد الحال ديال الجذبه والناس تتجذب بداك الحال ولكن الملوك عاوتاني حاجه اخرى لا يعطيك السر المعلم دابا كاين شي وحدين بداو يدخلوا داك الطروحات ديال القناوه في تاع عيساويت ما سبحان الله ومولاي ابراهيم دابا مع تيتلاقاو في سيدي علي وداك الشيء هذا هو المشكل يا المعلم تيتخلطوا تيتلاقاو لا وما عمر تاع عيساويت ولا كان سيدي علي ما عمر تاع عيساويت كان سيدي علي ما عمر سيدي علي كنعرفوه ديال حماد شاجي ديال القناوه فقط حنا كبرنا مع لالنا الله يرحمه كنطلعوا معاه صغار كان جلاليه كدير الساعه ديال مولاي عبد القادر الله يرحمه ويرحم الجميع جلاله كانوا في سيدي علي جلاله في سيدي علي وقناوه وحماشه هذو اللي كانوا المعلم ما كانوش عيساويت لا ما كانش عيساويت ديال الشيخ الكامل الا كدير هادي من عيساويت الشيخ الكامل دابا الله يهديهم ولاو تيخلطوا تيطلعوا حتى مولاي ابراهيم واش ماشي نقول لك داكشي مولاي ابراهيم حتى البويا وشنو دابا ملي ديروا نتوما داك الطروحه ديال هاد المعلمين قناوه وفتاع عيساويت ما فهمتش انا بعدا الله يهدي هاد الدراري اللي كيديروا هاد المسائل هادي تخلطات الوقت تخلطت. كي قلتي دابا ما هي راه كل حاجه عندها بلاصتها تاع عيساويت عندها داكشي رباني ديالها واحد الحال ديالها ماشي مع الناس القدام لا شي ما عشناش فيه حنا لا المعلم ما عشناش حنا في هادشي ما عشناش تاع عيساويت شحال هادي شنو كانت فيها الدخله سبحان الدايم القصائد ديال عيسى هو منوعين ديال بن علي وكذا وطريقي ويا الحرم يا رسول الله وانت غادي يا بابا يخدم رسول الله مشراقه نور معروفين بالوفاء يا المصطفى يا الممجد انت غادي هادو كانوا ذكيرات الصلاه على النبي كانت الدرقاويه هذا راه كشكول كاع معروف وحده تبع وحده ايه معروف انت غادي تدير تهدير وكتدخل داك حد بسم الله بدينا كدا عاوتاني تدخل الجلاليه الجلاليه فيها كانوا كيديروا الصلاه على النبي فيها وجماعة وقف الحضره كان الرباني الاول والثاني والثالث وعاد المجرد عاد المجرد ثلاثه الربانيين عاد المجرد ثلاثه دابا هذه الطريقه كانت في سلاو الرباط كانوا تا هما بحال شي تيدخلوا الصلاه على النبي القصائد ما كانوش يديروا حتى الطبله ما كانش حتى الطبله ما كانش ما كايناش ملي كيساليو كيفتحوا الرباني الاول ويطيحوا الحضره عاوتاني الرباني الثاني والرباني الثالث والمجرد والزميطه هادو كان اساسيين هادو هما اللي كاين ودابا دابا انت مقدم مصطفى انا باش تنشوفك
تتذكروا سميتو تتبان لي غايب بحال ما حاضر كاع. انا ما نكذبش عليك تعيش هذا الشيء. انا ساكن لي في الدم. كيفاش هذه الموسيقى دابا انت تعيشها السي مصطفى مثلا دابا الا كنتي في الحضره وداك الشيء، كيفاش بينك وبين راسك تتعيش هذه الموسيقى هذه؟ تتبان لي بحال مسلوب ولا مسلوب تنحس بشي حوايج بشي شكل في الذات ديالي. ولا ما درتش داك الشيء ما سبحان الله تنمرض بحال مرتاح. ولا ما درتش داك الساعه من العام للعام تنمرض. خصك العام للعام دابا دير الليله ديال الا ما درتي الليله تتحس براسك ماشي هو هذاك. ضروري المعلم اي والله يدوم داك السويعه، وضروري نطلع لداك الشيخ وتنكبروا بداك الشرفاء تا هما داك ولاد الشيخ الكامل. قابلين الضريح والحمد لله اللهم لك الحمد. هادو الحفاد الشيخ الكامل اللي الشيخ الكامل ما عندوش الولد. ما عندوش الولد عنده بنت. بنته هي اللي ولدات الحفايد وتيقولوا ولاد الشيخ الكامل. والشيخ الكامل ما عندوش الولد مثلا. التاريخ ديالو ما عندوش الولد وكان هو قبل من سيدي علي بن حمدوش. هو قبل من التاريخ ديالو سبحان الله العظيم. هذاك الشيخ داكشي ديالو سر رباني. الطريقه ديالو طريقه المحبه، وما تكونش المحبه وطريقه صوفيه، ولا ما تكونش المحبه وداكشي ما تكونش داك اللامه ديال هذه هي طريقة الشيخ الكامل. طريقة صوفية. كان هو رحمه الله اللي تيعاودوا الناس وهذا الشيء في الطريق. كان ما تيخدم ما تيردم، الناس كيجيو تيقراو تيعطيهم الفلوس. ما عاد تما سر الدار سماو عليه. سبحان الله. الشيخ الكامل منصوب الكمال لربي الهادي بن عيسى. هدا الله شي طريق سبحان الله العظيم. داك الشيء ديالهم الطريقة ديال تاع عيسى وتلا ما كانش فيها المحبة وطريقة صوفية. راه ما كاينش. والاساس ديالها هو داك سبحان الدايم داك الاولاني. ودابا سبحان الدايم قليل اللي تيقرا في شي دار ولا سوا لا كنا عند شي ناس كدا تيقول لك بغينا الحيز سبحان الدايم هو الاول. دابا حتى الناس المولوعين نقص عندهم باسكو جاو ولادهم حتى البنات وداك الشيء. دابا جاو ولادهم اي جاو ما بقاوش على داك. وكاين الناس انا تنقول لك الناس اللي قلال محبين إلا ما كان سبحان الدايم بحال ما كانش تاعي تاوي. الحضرة عنده أساس هو داك سبحان الدايم. لأن هذاك هو البدو ديال الليلة. وقليل دابا اللي كيديرها سبحان الدايم المعلم. أنا قلت لك دابا عند شي ناس أنا كنخدم إلا ما كانش داك سبحان الدايم بحال ما درتي لهمش تاعي تاوي. الناس اللي باقي مقصرين في داكشي القديمة ديالهم، لأن كابرين جدودهم ولادهم كي كيقول من العمال الخالة هو في داكشي أبان عن جد. وملي كيديروا هاد السويعه هادي كيتفكروا والديهم تيتفكروا داك الناس تيقول لك حنا بغينا داك الطريقه ديالكم الطريقه القديمه. وكاين دابا شي كليان تيقول لك الله يجازيك بخير جيب لي الماعون البلدي. عندك فين تجيب لي داك الماعون ديال دابا اللي ولا ديال البلاستيك وهذا. البنادر حتى البنادر تيبغوهم بلدي. والله الا شحال من ليله كتنطيح فيها تيقول لك اياك جيب لي داك ديال البلاستيك. تيديروا داك النافق وداك خصهم داك الماعون البلدي كلشي بلدي. الله العظيم والمجمر وسخان. الله يرحمهم هاد الناس. الله يرحمهم. الله يجعل فيكم البركه. راه بسببكم دابا السي مصطفى دابا هاد الشباب هادو راه واخدين هاد المشعل هذا وغاديين تابعين هاد الطريق. اي ولكن كما قلتي غير ما يخلطوا بزاف. هذا هو المشكل. انا والله العظيم برافو. لان كل حاجه باينه ديالها. راه جلاله ملاعب قادر تقناوي تعيساوي تا حمدوشي فهمت المعلم. لعبات بوحدهم داك كنقولوا مسميرات وداك الدقه بوحدها اي حاجه بوحدها. دابا ولات تدخل دار الحفله تروبين. كاين دابا شي كليان تنخدم لهم هكذا كيقول لك بغينا تاعي ساويس وكندخلوا كنديروا داك الطار تاعي تيقول لك لا جبتينا النعاس داك الشيء واخا جبت لكم النعاس واخا تنوض بحالي تنقول لهم رونوها. دابا راه هذا الشيء تنقولوا راه دابا حتى الكليان دابا راه باش تشوف الموضوع منين جي راه حتى الكليان تبدلوا. مثلا هذيك لالا زهير والناس القدام اللي علاش عقلتي انت تيجيو يديروا الليله ربانيه بحال هكذا هو راه ما بقاوش. دابا راه ولاو ولادهم وبناتهم. يعني دابا حتى الكليان دابا السي مصطفى ولاو بغاو حاجه اخرى كما قلتي. الناس بغات تشطح بغات تشطح. لا هو اللي كاين. وكاينين الناس انا تنقول لك المعلم كاينين الناس اللي ناس باقي شادين الا ما كانش تاعي ساويت الطرقه اللي تيمرضوا الطرقه. انا ها السؤال اللي كندير ديالي انا المعلم هذه اللي درت هذا العام هذه الليلة ديالك. هذه الليلة اللي كندير هذه الليلة الثانية دابا اللي درت هنايا فيها. هذو راهي لقطات. دوك هذه هنايا من بعد تيتهز الغيوط تيسكتو الغيوط عاوتاني تيسكتو الغيوط تتخليها الطبلة.
وهذه انت اللي تضرب الطبيله هنايا. هذا واحد دي. لا هذا دابا ف هذا قناوي. قناوي قناوي حد دون كان قبل من هذا قبل. اه الله يعطيك الصحة. وكاين هذه ديال مكناس معلم. الله يعطيك الصحة. الله يطول عمرك. الله يعطيك الصحة بسطورة تبارك الله عليك. دابا 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 هذا الصوت اللي سمعناه أنا حسيت بحال كنت في الحضرة، كنت في ذاك الجو ديال الحضرة والبخور والتجاج والله مصلي عليك يا رسول الله. والله والله إلا توحشنا هذا الجو هذا بالله. والعام الجاي إن شاء الله عرض عليا اللي إن شاء الله. إن شاء الله يحضر إن شاء الله. والله إلا مرحبا إن شاء الله. والله العظيم عرض والله إلا الله يخلينا ويخليكم على خير. شرفتينا في الراديو اليوم عزاز وغالي. خليت أنا شرف كبير معكم والله العظيم بالله وفرحان بزاف. الله يطول عمرك. لقيت هذه الوجوه وانتم الله يعمل منكم ويكثر خيركم اللي كتبحثوا في هذا التراث وهذا الشيء هذا. اللهم تعالى يحفظكم. الله يطول عمرك. الله يحفظكم. انتم راه القيمه اللي عندكم في هذه البلاد وفي التاريخ ديال البلاد راه قيمه كبيره. هذا الشيء شديتوه من عند الناس قدام وبيدوزوه للناس جداد. دونك انت نتمنى لنا عمر طويل لهذا الشيء اللي تدير السي مصطفى واللي جا دخل عندك يروى ويتسقى ويخرج ويدير ربعته ويجي الاخر ثاني ويروى عندك يتسقى ويزيد. الف مرحبا راه منهم بزاف ويكثروا الشباب في هذا الحال ان شاء الله. وتنشكر راديو المعارف حتى هو اللي بزاف تيسمح لنا الفرص باش نتلاقاو معاكم ونجيو لعندكم حتى الفاس ونمشيو. مرحبا مرحبا بزارتنا البركه. وما كرهت كلمه اخيره السي مصطفى تقولها لهذا الشباب وان شاء الله كاع اللي بغى يتبع الطريق عيسى باش تنصحوا. ما كرهتش واحد الكلمه. الله يوفقهم للخير هو الاساس اللي كنقول لهم. الله يحفظهم جميعا. كاين تبارك الله دريوريين كاين حفاظه ولكن هي قبطوها على القاعده. هي ما يتخلاوش على على الاساس كي كنقولوا ياخذوا الصنام عند المعلم. ايه ويكون شي شويه الحياه الاحترام. الاحترام لان كاين شي هنا شي وحدين الله يهديهم ما كيحترموش. وانا شوف الحمد لله تاع عيسى ويت ماشي ديالي انا راه ديال المغرب كامل. والحمد لله تنطلب الله تعالى وتبارك الله يوفقهم للخير يا ربي. شنو هو هي قبطوا في القاعده قبطوا في الطريقه ديال الطريقه ويتبعوا الطريقه وما هي الحمد لله راه مقبوله تاع عيسى ويت. مشيتي في المغرب كامل انا قلت لك راه في الجزائر في تونس والمغرب كامل الحمد لله. اذا ما كانش تاع عيسى ويت ما كاين حتى شي حاجه. هي الله يهديهم ويوفقهم للخير ويعاونهم. وانتم تنشكركم بزاف وتنشكروا هذه القناه ديال الاذاعه ديالكم. حضرنا شرف كبير والله الا لقينا شي ساعه مبروكه ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم قريب ما هو بعيد يا ربي. والله يسخر الجميع يا ربي. الله يسخر الجميع بجاه النبي الشافعي. شكرا بزاف بسطو. شكرا ساعه مبروكه. كان معنا نقدموا المعلم مصطفى بركات من قلب فاس وتنشكره بزاف بزاف على هذا الموضوع هذا اللي جبد معنا. وتسناونا في حلقه جديده ان شاء الله مع معلم جديد في راديو المعارف. صحه. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.